وش رايك بكره انزل لك فيديو بصفحتي بمناسبه رجوعك للساحه؟ ما والله ما طلي طلي ارسل له طلي طلي موافق يجعلك الثلاث والله اني ابو محمد لا لا ابو درك اقربك على الطريان ابو محمد لا جوابك على الطريان اقربك على الطريان ابو محمد بعدك عيرين ابوك ابو عشيك طريق ابو محمد يا ناصر نفذ ابو محمد ها والله العظيم اني ضامه بلساني قالوا لي الكومنت وخفت انه يزعل بغيت اقول لا والله النبي والله بيوافق الله يلعن والله اي والله خلاص كلمتك قلت طلي طلي اصبر 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 الدعوة فيها طليين ايه انت بري يجيل بتجيبونها ابشر والله بس سعد تجيك لي محلك يا ولد اعطاكم اياها تستاهلون بس تم يلا شوف سعود اطلع منها دقيقة تعال تعال سعود اطلع منها طلع على النبي طلع النبي ما عليك سعود ها قل لا يلا تاخذون على كلامي اسلم وقع يا ابو مرداع انا وكيلك وقع انا ما اقدر لك انا ضيجي بيعطوني طليين ما اقدر تم نعم تم نعم اسلم تم جتك جتك لا لا انا مدارك انا بعطيك بيض الله وجهك يا ابو مرداع لا ترد بكلمتك مرداع مسكوكم قعود 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 راهي العمر ثلاثه صاروا انا قعود الدعوه فيها قعود اصبر يا ولد الدعوه فيها قعود وقف انت وياه يا سعود صعدتها يا ابو خالد الله يرحم والديك يا تركي انت وناصر ايه قعود سعود تم يا سعود انا بيبقى قعود سلم من عطني وكاله عطني اياها قم وقف انت وياها خمس دقائق قعودين والله لو تعطي قعودين اي والله لو ما تعطي بكلمه يا ولد وقف يا سعود يلا هي العب بطلك عطني وكاله ولد ابو مرداع رجال مواقف انت قلت كلمتك انتهى لا يخرب عليك سعود سعود لا يخرب عليك سعود يا مسلم قل لا اله الا الله ها انت اعطيتني وكاله انت وسلوكك خلاص انتهى وقف خمس دقائق ما نفذ الرجال يرجع بكلمته الرجال رجع بكبره يا قحطاني هلا والله جنك ثلاث لا والله مني ثلاث سعود قرب سعود قرب ايه مرداع تكفى يا ابو مرداع اسمعني صل على النبي استبرك عمرك اسمعني صل على النبي اذكر الله يقحطاني وتوكل على الله على النبي صل على النبي انا طالبك اسمعني اسمعني اسمع انا في وجهك ووجه شيباني لعن ابو دارك الرجيل حاطينك مره قناه الرضاوه يعني رافض يا ابو مرداع ست خرفان نوقف نوقف يلا نوقف 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 يلا يلا ما تبي نوقف نوقف خلص ها